مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وعودة جديدة للمحترف بعد أجازة قصيرة. نرجع نتكلم تاني مع حضراتكم عن الكرة العالمية والكرة الأوروبية. بنتكلم على أقوى دوريات في العالم، بنتكلم على البريمير ليج وما يحدث في البريمير ليج. كمان النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا يعني ملف خاص على دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا البطولة الأكثر شهرة على مستوى العالم في كرة القدم، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد نهاية الجولة الأولى من دوري المجموعات. خلينا نتكلم مع حضراتكم قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا النهاردة في نقطتين. النقطة الأولى بتخص نادينا النادي الأهلي العظيم، ويمكن خلال الفترة اللي فاتت وحاسس إن في دوشة كبيرة جدا جدا، مفيش شك طبعا النادي الأهلي بسمعته الكبيرة بحجمه الكبير أكيد كل الناس متلهفة، كل الناس عايزة تعرف أخباره، لكن مش بالشكل المبالغ فيه ده. صدقوني الأمور، وأنا بتكلم رسالة لجماهير النادي الأهلي، كلنا يعني كلنا عايزين نعرف مين المدير الفني الجديد، عايزين نعرف الصفقات، عايزين نعرف طبعا تفاصيل تحضيرات النادي الأهلي للموسم القادم، لكن ما تخلوناش نضغط على الإدارة بشكل كبير. أنا مريت بتجربة زي ديت يمكن وأنا في ألمانيا من خلال وجودي في فترة احترافية في ألمانيا، وكان في تغيير للمدرب. صدقوني ممكن يكون السوشيال ميديا عامل، يعني ساعتها ما كانش في سوشيال ميديا، ممكن جدا دلوقتي السوشيال ميديا عاملة توتر كبير جدا جدا، وكل واحد بيطلع يرمي اسمه، كل واحد يطلع يقول المدرب القادم فلان، والناس تجري ورا دوت وتجري ورا ده. أحداث كبيرة جدا على مستوى الصفقات، على مستوى اللعيبة، على مستوى الانتقالات، دوشة كبيرة جدا جدا. وزي ما بقول لحضراتكم مش مطلوب ده، المطلوب دلوقتي وأيا كان اسم المدير الفني، كلنا ثقة في إدارة النادي الأهلي، كلنا ثقة في الناس اللي بتختار ومجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط وكل ما يدير ملفات النادي الأهلي، عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيهم. الجزء الثاني كمان على مستوى زي ما بقول لحضراتكم ساعات الضغوط ما بتبقاش لصالح النادي، كلنا بنتكلم لصالح الكيان. الضغوط في اوقات معينه ويمكن يكون في بعض الصفحات موجهه لهذه الضغوط، هو فين؟ طب ليه ما اعلنش؟ طب ليه؟ طب ليه؟ طب ليه؟ كل دوت يعني بيثير شويه من القلق لجماهير النادي الاهلي. عايز اقول لكم ما تقلقوش، ان شاء الله النادي الاهلي الناس بتشتغل زي ما بيقولوا كده على قدم وساق 24 ساعه عشان ينجزوا افضل حاجه للنادي الاهلي. ودايما افضل حاجه النادي الاهلي بيختارها دايما جماهير النادي الاهلي العظيمه بتكون ورا فريقها ورا ناديها في كل الاحوال في كل الظروف. بالعكس في الظروف الصعبه بيبان معدن جماهير النادي الاهلي، واحنا بنقول دلوقتي مش ظروف صعبه قوي، يعني احنا بنتكلم كل فترات يمكن فترات قليله قوي بتمر في تاريخ النادي الاهلي بيكون في بعض شويه الدروبات، نقدر نقول دروب شويه او المنحنى بينخفض لاسباب كثيره جدا جدا كلنا عارفينها الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. لكن رساله من المحترف، خلينا ورا، عندنا ثقه في ادارتنا، عندنا ثقه في اختيارات ان شاء الله الصفقات ايا كانت. كمان على مستوى المدير الفني عندنا ثقة في اللي بيختاره، وأيا كان الاسم أيا كانت المدرسة صدقوني إحنا ورا هذا المدير الفني الجديد، جماهير النادي الأهلي وراه، سبورت ليه ليه إن شاء الله بداية مرحلة، إن شاء الله مرحلة جديدة إن شاء الله مليانة بالبطولات زي ما النادي الأهلي معودنا دايما على البطولات والانتصارات.